الأطفال الخدش، وهم من الأطفال الذين يعني من المتوقع أنهم يولدون قبل موعد المتوقع به لربما بثلاث أسابيع على الأقل. وبالعادة يعاني هؤلاء الأطفال من مشاكل صحية وطبية معقدة تستلزم عناية خاصة، ولكن تزداد خطورة تلك المشاكل وتتطور ربما المضاعفات كلما كانت الولادة مبكرة بشكل أكبر. للحديث حول هذا الموضوع أكثر اعتدال ومشاهدينا، تنضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من شقيقة تونس الدكتورة نادية النجار، أخصائية أو أخصائية أطفال. صباح الخير أخي، مرحبا. أهلا وسهلا، عسلامة، عايشك. نعم دكتورة نادية، لربما في البداية خلينا نعرف يعني الأطفال الخدج بطريقة علمية أكثر، يعني ممكن أغلب الناس اللي هو مش عارفين معنى أو هذا المصطلح لأنه غير وارد، إحنا ممكن نستعمله في إن الطفل جاي قبل وقته بأسبوع بأسبوعين بثلاثة أسابيع، ولكن مع أيضا نعم دكتورة تفضل. هو بالمصطلح صحيح الأطفال الخدج هي الولادة قبل الشهر التاسع، وبالمصطلح العلمي قبل 37 أسبوع من الحمل. لا. يعني قبل الشهر التاسع، وفما درجات متفاوتة في النسبة متاع الخدج هذه، فما شكون يتولد في الشهر السادس، الشهر السابع، الشهر الثامن، وفي أول شهر التاسع، في كل بالأسابيع نحسبوهم مش بالشهر. وفي كل فترة عندها حاجياتها الخصوصية. نعم. طيب دكتورة نادية، يعني في العادة ما هي أسباب التي تؤدي إلى الولادة المبكرة لدى المرأة، يعني لدى الأم؟ لدى المرأة فما أسباب طبيعية نسميها، المرأة تولد بصفة طبيعية وحدها خاطر ناقصة معناتها صغيرة في العمر ولا كبيرة في العمر، ولا كيف يبدأ الحمل معناتها فما اثنين ولا ثلاثة معناتها حمل توأم معناتها هذيك، ولا حكاية تعمل مجهود كبير ولا أعمال شاقة ولا تتعب في وقت الحمل. وفما أسباب علمية، أسباب طبية، يعني فما ساعات حالات طبية تستوجب أن نخرجوا البيبي ونخرجوا الرضيع، فنخرجوا البيبي قبل وقته. نعم. وإلا على خاطر صحة المرأة تستوجب أن نخرجوا البيبي قبل وقته. نعم. هناك أيضا يعني الحديث حول تغذية الأم. نعم. الحامل، وأيضا هناك تسمم ربما الذي يحدث خلال ارتفاع ضغط الدم لدى المرأة الحامل، أيضا يعني صحيح. هذه ربما أسباب واردة لتكون يعني سبب رئيسي ربما. نعم. حدثينا أكثر عن الأسباب، ربما هناك الكثير يعني. اي هذوما الاسباب، معناتها ارتفاع الضغط عند المرأة الحامل يلزم العلاج الوحيد هو انه يلزم ان نوقفوا الحمل ونخرجوا البيبي، معناتها ما غير حكايه غذاء، فما امراض اسمها احنا في تونس نقولوا بومينا ولا توكسيميا، معناتها هذه حاله ارتفاع الضغط عند المرأة اللي يلزم نوقفوا الحمل وقتها في الشهر السادس ولا في الشهر السابع، خاطر فما خطر على المرأة وخطر على البيبي، وهذا هو سبب من الأسباب. طيب الرئيسية دكتورة لربما خلينا نوقف عند نقطة، يعني أنت ذكرتي أنه هو نوقف الحمل، فياريت توضحينا أكثر. نوقف الحمل معناتها نقروا أن تصير عملية الإنجاب، نقروا أن تصير الولادة في اليوم الفلاني في الشهر السابع ولا في الشهر الثامن، على خاطر كان ما نعملوش ما تصيرش العملية، وفي عادة تكون عملية قيصرية، في خطر كبير على حالة الأم معناتها خاصة في ارتفاع ضغط الدم عند حالة الأم. وقتها يكون البيبي خدش ما كملش نموه في بطن أمه. نعم. طيب دكتورة لو تحدثنا عن بعض الإحصائيات، يعني هل هناك ارتفاع في إحصائيات يعني حول العالم أن هو وجود أطفال خدج أو أن هو ممكن الإحصائيات تقل؟ فما الارتفاع معناتها الإحصائيات العالمية نقولوا من 7% ل 10% من الولادات العادة، معناتها 10% من الصغار يتولدوا قبل وقتهم، وهذا مثلا نعطيك إحصائيات في معناتها في تونس، يعني 200 ألف صغير في العام قبل وقته يتولد. نعم. في العالم 20 مليون في العالم أجمع، معناتها
ومنهم سبب الرئيسي للوفيات عند الأطفال عند الرضع وعند الأطفال بصفة عامة. نعم. طيب دكتورة، لو تكلمنا أكثر على زي ما نعرف، ممكن نسيم توافقني في الرأي، إن الكل يتساءل إن ليش الطفل ممكن في عند 7 شهور يكون، حتى وإن كان في وجود مشاكل يعني عند الولادة في 7 شهور، مش حتكون نفس المشاكل اللي هي في 8 شهور، فشن الأسباب؟ على الرغم من إن إحنا نعرف إن بعد 9 شهور حيكون الطفل كامل، فهنا شوية في تساؤل بيكون إن شن السبب، الأسباب الطبية المتعرف عليها. هذه معناتها فكره ماهيش صحيحه جدا علميا، معناتها في الشهر السابع ولا في الشهر الثامن، نقولوا في الشهر السابع يكون خيم اللي في الشهر الثامن، ماهوش صحيح برشا، راهو خاطر معناتها في كل فتره حمل فما نسبه وفيات كبيره وفما مشاكل كبيره، على خاطر في التخيماش الثالث، معناتها في الفتره الثالثه في اخر الحمل، وقتها تكون تكمل الاعضاء ويكمل النمو نتاع الاعضاء كلهم في جسم البيبي. واهم عضو ماهوش كامل واللي ما يخولش انه باش يعيش بصفه طبيعيه هو الجهاز التنفسي اللي ماهوش كامل. دونك في الشهر السابع فما مشاكل على في التنفس، في الشهر الثامن فما مشاكل على التنفس، والنسبه تقل كل ما نقدموا في الحمل. في كل فتره فما احصائيات وفما نسبه كبيره انه تصير مشاكل معناتها في التنفس، في جهاز المناعه، في الجهاز الهضمي، وماهوش صحيح اللي في الشهر الثامن خير من الشهر السابع، معناتها تمشي وتقل نسبه المشاكل مع مرور الحمل ان شاء الله. نعم. طيب لو تحدثنا بشكل اخر، يعني اعتدال ربما في نفس هذا السياق، هناك تصنيف للاطفال الخدج، هناك الاطفال الخدج مبكرا، هناك المعتدل، هناك ايضا المتاخر جدا. صحيح. لماذا تم وضع هذا التصنيف؟ يعني ما الفرق بين كل نوع؟ اي الاطفال الخدج المبكر معناتها المولودين قبل 28 اسبوع، قبل 28 اسبوع بالفرنسيه اكستريم بريماتوري تسمى، ومن بعد المعتدل ما بين 32 و 34 اسبوع، والقريب من العمر العادي بعد معناتها من 34 ل 37 اسبوع قبل الحمل بشويه، قبل باسابيع. علاش التقسيم هذا كيف؟ على خاطر فما في احصائيات، مثلا كيف نقولوا نسبه الوفيات قبل 28 اسبوع توصل 80%، ونسبه الانعكاسات معناتها في النمو من بعد توصل ال 50%. النسبة هذه تقل وقت يكون خدج معتدل ولا خدج قليل. نعم. طيب دكتورة، لو تحدثنا عن ما بعد الولادة، ما بعد ولادة الطفل، شنو المشاكل اللي ممكن تواجهه؟ أبرز المشاكل اللي هي الصحية اللي حتكون معاه، هل في مشاكل حتكون بشكل مؤقت أو أن هي في بعض المشاكل اللي حتكمل معاه باقي حياته؟ اي هذوما فما وقت يتولد الطفل الصغير معناتها خدج هكا ماهوش قابل ان باش معناتها النمو نتاعو ما كملش، الاعضاء نتاعو ما كملتش، ويلزموا نحاولوا باقصى تقدير ان نقدموا اللي كان موجود معناتها حاجياته اللي كان في بطن امه، اللي هما بالنسبه يلزم حاجه دافيه، خاطر ما عندوش القدره باش يتحكم في حراره الجسم نتاعو، معناتها نعرفوا اللي كيف يتعرض البرد معناتها تنجم تهبط بدرجة حرارة الجسم ال 32 و 30 درجة، كان ما يتغطاش منيح وكان ما يقعدش في مكان دافي، معناتها والحضانة نسميهم حضانة كوفوز، معناتها باش يكمل باش يبقى الجسم نتاعو درجة الحرارة باهية. فما مشاكل على الصعيد التنفسي كيف معناتها الرئتين في اخر الحمل الثلاثي الثالث من الحمل، فما كيما الهرمونات تفرز الجسم يفرزها باش الرئتين تكون قابله انها تتنفس وحدها، هذه السيغ فاكتور اسمه، الماده هذه ماهيش موجوده عند الاطفال الخدج، ويلزمنا نعطيهم بصفه اصطناعيه المادة هذه الكيروسوف ولا سيرفاكتون، معناتها مادة غالية برشا يلزمها تكون في وحدة عناية مركزة.
مع مع الماده هذه يلزمنا التنفس الصناعي، يلزمنا نعاونوا الصغير هذا باش يتنفس، يلزمنا نعطيوه كيف كيف حتى ينجم يكون كيما الكافيين هذه باش يتنفس وما يعملش يقف التنفس نتاعو. الأجهزة كلهم هش كامل، الجهاز الهضمي كيف كيف ما ينجمش يرضع، ما ينجمش يرضع ويمغض ويرضع ويبلع. دونك هذاك يلزمنا نعاونوه أول حاجة باش نعطيوه حب بالطب، معناتها نعطيوه بالطب، نعطيوه للمعدة، نعطيوه بصفة متقطعة ومستمرة. الحليب أحسن حاجة بالنسبة لي حليب الأم ولا حليب خاص. ساعات حتى الجهاز الهضمي ماهوش ممكن نستعملوه، وترسينا نعطيه معناتها في الوريد، تغذية مركزية في الوريد. نعم طيب دكتورة. نعم اي هذوما سامحني فقط هذوما الكلهم معناتها الاجهزه الكلهم هذوما يلزم تكون وحده عنايه مركزه، ويلزم اختصاص دقيق جدا. معناتها هذوما علم الخدج ولا انعاش الرضع معناتها اختصاص دقيق جدا ماهوش متوفر في كل الاماكن. نعم. يلزم وحدات ويلزم ممرضين وطاقم طبي كامل يعرف الاطفال هذوما وحاجياتهم بالمليلتر. نبدا نحسبوا هذوما المشاكل آنية معناتها في الوقت الحاضر، ومن بعد على خاطر هذوما عندهم مشاكل من بعد ينجموا يكونوا انعكاسات على بعد المدى اللي هما نعرفوهم حسب الإحصائيات. وتويكا في البلدان الأوروبية وكل بداوا يعملوا إحصائيات يشوفوا معناتها يشوفوهم كيفاش يوليوا هذوما الأطفال الخدج، معناتها يدرسوهم في الستة أشهر، في السنة، في السنة ونصف، حتى للدراسة حتى وقت يدخلوا المكتب، معناتها ونشوفوا اللي هما يلزمهم حاجيات خصوصيه جدا. نعم. طيب دكتوره يعني من ضمن يعني زي ما ذكرت نسيم ممكن نشوفوا ان هي اعطتنا بعض النقاط اللي احنا ممكن ما نعرفوهاش، ان هي بيكون تجهيز الطفل او ان هو يحاولوا زي ما كان في بطن امه بشكل طبعا. هناك ايضا موضوع اخر ربما اعتدال دكتوره، يعني احنا عارفين ان الاطفال دائما تحتاج اهتمام بعد هذه الولاده، ومتعارف عليه ان كل ما كانت الولاده مبكره كل ما كان هناك مضاعفات اكثر على الطفل، او ربما بعض المشاكل يواجهها الطفل خلال أو بعد ولادته. هناك أيضا موضوع آخر لو تكرمتي، يعني بعض النصائح للأمهات اللي اليوم ربما تكتشف أن عندها ولادة مبكرة، ما هي أهم الاحتياطات اللي ربما تأخذها خلال هذه الفترة التي ربما تكون قصيرة جدا؟ يعني أي بعد ما خرج من وحدة العناية المركزة معناتها؟ نعم اي كيف ان شاء الله كيف تمر مع فتره العنايه المركزه اللي هي فتره صعيبه وصعيبه جدا معناتها وعويصه وفيها برشا مشاكل، وفما نسبه وفيات كبيره برشا، وما نحكيش على الجانب النفسي معناتها هذه من الشكوك ومن قدره الصغير هذا. كيف ان شاء الله يخرج لاباس وما فماش مشاكل كبيره، معناتها ما خاطر ما ينجم يخرج للمنزل الا ما يكون يتنفس وحده ويرضى وحده، هذه معناتها الشرطين اللازمين انه باش يخرج. ان شاء الله كيف يخرج ويكون لاباس يعني نكون مرينا شطر معناتها شوط كبير من العنايه. اما العنايه ما لازمش تقف وقتها على خاطر هذوما صغار يكونوا حالتهم تستوجب عنايه خاصه، اللي لازمنا نستحفظوا عليهم ما يلزمهمش يستبردوا، ما يلزمهمش ياخذوا برده، ما يلزمهمش يمرضوا بالانفلونزا، بالاخص كيف يخرجوا في فصل الشتاء. من بعد يلزمنا نكملوا في الرضاعه نتاعهم، يلزمنا نحاولوا انهم يزيدوا في الميزان، خاطر بصفه عامه يكون الميزان نتاعهم صغير. دونك يلزم نعطيهم الرضاعه اللازمه باش تلهى بهم، وهذاك يكون رضاعه متقطعه معناتها كل ساعتين. مثلا الصغير العادي نجم يقعد 3-4 ساعات ما يرضعش، الصغير الخدج يلزمه كل ساعتين ثلاثه، حتى كان هو ما عندوش الجهد انه باش يرضع وكل، يلزم نقيموه ونعطيوه النسبه اللي يلزمها. من بعديك عندنا بالطبيعة كما أي صغير تطعيمات ويلزم يكون يعملها. لا. ويلزم في أقرب فرصة في الشهر السادس نعملوا فحص على العيون، فحص على السمع، فحص على الرأس، صور على الرأس باش نشوفوا فماشي مشاكل، ونبداو من 6 اشهر حتى 6 سنوات يلزمنا عناية ان اقل
نعم. علامة لم تتواصل ولم تتجاوب ولا بالنسبة للذكاء وبالنسبة للنمو والتصغير هذاك يلزم تأهيل طبيعي لازم ويلزم العناية اللازمة مع حاجيته. نعم. طيب دكتورة يعني هل في بعض المشاكل الإدراكية اللي ممكن يعني تكون مع طفل الخدج بعد الولادة اللي هي ممكن تأثر على المشي تأثر على بشكل عقلي يعني بعض المشاكل اللي هي ما بعد الولادة؟ أي دكتورة. اي هذو وقت شفناهم من الوقت اللي بدات علول لازم نعرفوا اللي معناتها انعاش الرضع وانعاش الخدج بصفه عامه معناتها اختصاص حديث يعني من اول سبعينات معناتها ما قبل ما كناش نعملوا معناتها الانعاش نتاع الصغير والاجهزه اللي هذو كلهم ما كانوش موجودين قبل السنوات السبعينات. دونك اول حاجه بداو لاحظوا صغار الخدج الاولين معناتها في السنوات السبعينات والثمانينات لاحظوا انهم صغار انهم ما يمشيوش ولا عندهم مشيه خاصه ولا عندهم مشاكل عضويه خاصه وخاصه زاد كيف لاحظنا اللي الصغار اللي تعرضوا للاكسجين معناتها صغار فاقدين البصر من بعد توا مع تطور العلم مع تطور التقنيات في الفتره الاولى المشاكل الكبيره هذه ما عادش موجوده برشا ما عادش عندنا انعكاسات معناتها عضوية كبيرة يعني انه ما يمشيش ولا انه تكون عنده اعاقة جسدية كبيرة اما هذوم الصغار عندهم مشاكل كبار انهم عندهم في الادراك وفي الذكاء وفي التواصل اكثر منهم من مشاكل عضوية معناتها يلزمهم عناية خاصة يلزمهم تقويم نطق على بكري ويلزمهم معناتها تأهيل طبيعي خاص. نعم دكتورة نادية كنت معنا من تونس شكرا لك أكيد الحديث يطول في هذا الموضوع ولكن شكرا على كل المعلومات اللي أفدتنا بها اليوم شكرا لك.